أهلا وسهلا فيكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب فيكم في لقاء جديد من ميدالية مع موهبة. معكم زياد عبد المتين، عضو في رابطة موهبة، وضيفنا في هذا اليوم من ضيوف أو من نجوم هذا الوطن عمر فواز عرفات، أحد طلاب موهبة، عضو في رابطة موهبة حاليا، وخريج بكالوريوس في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، ومستشار في عدة شركات. حياك الله يا عمر. حياك الله، السلام عليكم. أشكرك وأشكر موهبة على تنظيم هذا اللقاء، وإن شاء الله أنه يكون فيه فائدة. الله يحييك ويسعدك يا رب. بداية، عرفنا عن نفسك عمر. قبل ما أبدأ بالتعريف، بس حبيت أنوه أن ما جهزت كثير للقاء، فإن شاء الله أنه يكون من القلب. اسمي عمر فواز عرفات من الرياض. خلني أحكي لك عن بدايتي مع موهبة. بدايتي مع موهبة كانت في ثالث متوسط. دخلت الأولمبياد العلوم الوطني، ولله الحمد قدرت أني أمثل الرياض في الأولمبياد وحصلت على المركز الثالث. ومن هناك انطلقت مسيرتي مع موهبة. اشتركت في عدة برامج، وأهمها هي برنامج الأولمبياد. فانطلقت وبديت دخلت في الترشيحات لأولمبياد الكيمياء الدولي كعضو في الفريق السعودي أولمبياد الكيمياء الدولي، وهذه كانت في أول ثانوي، وكنت أصغر عضو في الفريق. كان ثاني أصغر واحد في الفريق هو في الثالث ثانوي، فكان بالنسبة لي تجربة صعبة إلى حد ما كصغير اللي جاي معاهم. ووصلت إلى التفريغ، لكن ما نجحت في الترشح إلى الفريق في أول ثانوي 2013. ثم يعني بالعكس، هذا زادني إصرار أن في 2014 2015 لازم أمثل المملكة، وإن شاء الله أني أقدر أرفع العلم على المسرح. ولله الحمد توفقت في 2014، وأصبحت أحد أربع أعضاء في فريق الكيمياء. ومن بعدها ولله الحمد حصلت على ميدالية برونزية في أولمبياد الكيمياء الدولي 2014 في فيتنام، وبرضو في 2015 في أذربيجان، بالإضافة إلى ميدالية فضية في أولمبياد الكيمياء العربي 2014. حلو، بس عمر كيف كانت التجهيزات قبل؟ يعني أكيد كان في تجهيزات صارمة نوعا ما، كان في زي ما تقول الملتقيات اللي كنتم تحضروها، فأعطينا نبذة عنها هذه. أكيد أكيد. الملتقيات هي من أفضل الذكريات بالنسبة لي، يعني في مسيرتي الدراسية، ليه؟ لأن تتعرف على أشخاص أولا يعني وآخرا، الأشخاص هم اللي يصنعون التجارب. تتعرف على أشخاص يعني من أذكى الطلبة في السعودية، أكثر من يعني ذوي خلق سليم وتجارب رهيبة، وتعيش معاهم أسبوعين، تتدرب من الساعة 8 الصبح إلى الساعة 11 ذكرى جميلة، ومنها كونت صداقات يعني إلى حد ما فخور فيها. ولله الحمد.
حلو، بس عمر حكينا كإيش اللي كان يقدم في الملتقيات هذه؟ إيش البرنامج اللي كان على قولتهم البرنامج التدريبي؟ صحيح، البرنامج التدريبي كان مكون من عضوين رئيسيين. العضو الأول هو المحاضرات اللي هي تقريبا طول اليوم من الصباح إلى المساء، ومن حل المسائل. فتتخرج على طول من التعلم النظري إلى التجريب بحل المسائل. هذا طبعا بالنسبة للجزء النظري من الأولمبياد. لكن أولمبياد الكيمياء برضه يتكون من الجزء العملي، فكان فيه شغل كثير في داخل المعامل، سواء في جامعة الملك سعود ولا جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ولا حتى في هنغاريا بالنسبة للتفريغ. عمر، انت الان حققت ما شاء الله ميدالية برونزية في 2015، وحصلت على ذكر مشرف في اولمبياد مندليف للكيمياء، والميدالية البرونزية في 2014، وميدالية فضية في 2014. حكينا عن لحظات الفوز وقتها، ايش كانت تعني لك؟ هي كان أن أول لحظة اللي كانت هي أقوى لحظة في 2014 في فيتنام. كنت خلصت، هي الاختبارات في الأولمبياد الكيمياء تتكون من 5 ساعات، اختبار نظري مدته 5 ساعات بدون أي بريك بدون أي وقفة، وبعدين اختبار عملي برضو 5 ساعات. وكان أنا بالنسبة لي قوتي أو نقطة قوتي هي في العملي، كنت جدا كويس في المعمل، ولكن النظري كنت يعني كويس، بس كان يوجد أعضاء آخرين في الفريق اللي هم كانوا أحسن بالنسبة أقوى في الاختبارات النظرية. فأولا جاء الاختبار العملي وطلعت منه مستانس، بعدين يوم بريك، بعدين يوم ثاني اللي هو يوم الاختبار النظري، وكان اختبار جدا 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 صعب. يعني مستوى المسائل لو أعطيته لأحد طلاب الدكتوراه في جامعتي اللي هي من أفضل جامعات في الكيمياء في العالم، بيلاقي صعوبة جدا كبيرة في حلها. فطلعت باختبار ثاني وأنا ما عندي ثقة كبيرة إني سأحصل على الميدالية. لكن جاء يوم توزيع الجوائز وقاعد على الكرسي مع الفريق جنبي، لحظات يعني جدا مخيفة ومهيبة، انك تنتظر اسمك يطلع او حتى تجي لحظات ما ودك اسمك يطلع، لان تشوف الناس كيف يعني ردات فعلهم ممكن تكون لا إرادية. لكن الحمد لله يوم طلع غريب جدا، انك ما تدري وش قاعد يصير، خلاص تنسى الحالة، تنسى اللي قاعد يصير، وتحاول انك تجاري الوضع، تحاول انك تشوف انه وش الناس يسوون تسوي زيهم، من كثر ما اني كان ردة الفعل العاطفية جدا قوية. بعدين بعدها بشوي تبدأ إنك تستوعب وش اللي قاعد يصير، يعني تطلع على المسرح ماسك العلم، تستلم الميدالية، ينتابك شعور بالفخر غير لا يقارن بأي شيء ثاني. لأنك إنك مثلت البلد ومثلت في أحسن تمثيل. بالضبط بالضبط. أنت دخلت على سيرة إنه الأسئلة كانت صعبة، تفتكر أصعب سؤال من الصعب ده وكيف حليته؟ صراحة ما يمديني أختار سؤال معين اللي هو كان أصعب سؤال مر علي، لأن لسببين. أولا، إن آخر مرة شفت المسائل كانت قبل 6 سنوات. السبب الثاني إن كلها كانت صعبة صراحة، يعني ما يمديني أقول كذا سؤال معين كان جدا صعب، كانوا أكثرهم صعبين. لكن أقدر أقول لك عن
مثلا في الاختبار العملي في أذربيجان أعطونا ثلاث مسائل عملية في المختبر، وأحدها كان يتعلق ب إنك تسوي تفاعل كيميائي وتراقبه عن طريق حساسات معينة، ومعك لابتوب ولازم تحلل البيانات بعد ما أنها تطلع تنظفها وتحللها. وهذا كانت إحدى المسائل الثلاثة في الاختبار، واللي كلها كانت تحتاج 5 ساعات لحالها. فكان من أصعب الأشياء في الأولمبياد هو تنظيم الوقت، كيف إنك تنظم وقتك إنك في 5 ساعات توصل إلى أفضل حل ممكن. ما شاء الله، أنت الآن شاركت. إيش المردود المعنوي أو الشيء اللي أنت استفدت منه فعلاً من مشاركتك هذه؟ أقدر أقول بكل ثقة أن الأولمبياد صنع جزء جدا كبير من شخصيتي، غير أنه وفر لي فرص ما كانت متوفرة قبل. كان رئيس مشروع الأولمبياد دكتور عبد العزيز الحارثي جامعات في حول العالم، سواء MIT ولا هارفارد ولا UC بيركلي ايا كان، بتلاحظ ان اغلبهم طلاب من مشروع الاولمبياد. وهذا ما هو محض صدفه، ولا هو فقط بسبب ان الاولمبياد يفتح باب للفرصه، لكن بسبب الاشخاص اللي كانوا فيه، اللي كانوا صدق ساعدونا اننا نؤمن بنفسنا، اننا نقدر نسوي اللي نبيه، نقدر نرفع راية الوطن، نقدر في يوم من الأيام نكون صانعين للتاريخ. فهي بسألك، يعني خلينا ناحية إنك أنت انتهيت الأولمبياد وممكن في حياتك الآن حالياً، إيش مخططاتك المستقبلية؟ حتى أكون واضح معك، ما عندي خطط جدا واضحة بالنسبة للمستقبل. اللي تعلمته من الأولمبياد وغير الأولمبياد إن دائما يوم تحط خطط الحياة الرياح لا تجري بما تشتهي السفن. فاللي عندي هو زي اسمها statement للمستقبل. مثلا أريد أن أكون جزء لا يتجزأ من الوطن، وأريد أن أكون أني أسوي شيء جيد 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 أخلاقيا حتى أكون واضح. لكن بالضبط إيش هو هذا الشيء؟ بالضبط كيف ممكن أساعد الوطن يوصل لطموحاته؟ هذا الشيء الموضوع لسه قيد الدراسة حالياً. قيد الدراسة وبيد الله. إيه. الآن أنت شاركت في أولمبياد اللي هو أولمبياد الكيمياء. الطالب كيف ممكن يقدر يشارك زيك؟ بالنسبة لي أتوقع كانت تجربتي بالنظام القديم للأولمبياد، فكان النظام هو مشروع الأولمبياد الدولي يتواصل مع الطلبة من أولمبياد العلوم الوطني وياخذهم من هناك مبدئيا. لكن حسب معرفتي حاليا أن يوجد اختبار موحد، وهو منه ينطلق الطلاب إلى مشروع الأولمبياد الدولي، لكني مو واضح جداً على اللي هي مسابقة موهوب. إذا الآن في مسابقة أطلقتها موهبة، هي مسابقة موهوب، هي البوابة للأولمبياد، الأولمبيادات. طيب خليني أسألك، موهبة هي الأم اللي كانت لنا صراحةً،
إيش ممكن تقول لها؟ أقل اللي أقدر أقوله شكرا على، يعني صراحة ما كان في أي وسيلة إني أوصل للي وصلت له، ولله الحمد، أو اللي ممكن أوصل له إن شاء الله بالمستقبل، من دون موهبة ومن دون العاملين في موهبة. أنا كنت طبعا، كان الأولمبياد هو واحد من الأشياء اللي كنت، واحد من البرامج اللي كنت مستمر مع موهبة فيها، لكن برضو كنت في برنامج الشراكة مع المدارس، فوفرت لي موهبة مكان أدرس فيه. برضو كنت جزء من البرامج الدولية الصيفية، فقدرت أني في صيف أدرس في جامعة أوكسفورد، في صيف ثاني أدرس في جامعة جونز هوبكنز. فموهبة فتحت لي أبواب ما كنت متوقع أنها هي أصلاً موجودة. فأقل اللي أقدر أقوله هو شكراً، وأتمنى أني أقدر أساعدكم في يوم من الأيام. الله يعطيك العافية. نستقبل أسئلة الجمهور، إذا أحد عنده أي سؤال أو أي استفسار في خانة الأسئلة ممكن يطرح سؤاله ونقدمه للضيف. أحد الأسئلة وصلتنا، انت كنت مقدم على بعثة جامعة الملك عبد الله اللي هي حقت كاوست، صحيح. طب كيف انه الطالب ممكن يشارك فيها؟ بالنسبة لي في وقتي، طبعا مرة أخرى هذه شوي من سنوات، كانت جامعة الملك عبد الله هي اللي تتواصل مع الطلاب، يروحون لموهبة، يروحون لعدة مدارس في السعودية ويطلبون منهم أسماء الطلاب المتفوقين ويتواصلون معهم. فما كان فيه طريقة مباشرة للتواصل مع الجامعة والتقديم، لكن حاليا ما أدري، إذا أتوقع أن فيه طريقة لكني مو متأكد منها. أحد الأسئلة اللي وصلتنا، إيش في مراجع ممكن يستخدمها الطالب في أولمبياد الكيمياء؟ أول مرجع مهم في أولمبياد الكيمياء هو الأسئلة السابقة، المسائل السابقة من الأولمبيادات القديمة. هذا دائما هو صلب التدريب للأولمبياد. الشيء الثاني أن كل سنة الأولمبياد الكيمياء، لجنة أولمبياد الكيمياء، تصدر زي هاند بوك أو تقرير عن نوعية الأسئلة أو المواضيع العامة اللي بتكون فيها أسئلة الأولمبياد. فهذا مرجع ثاني. بالنسبة للمراجع ككتب، أتذكر أكثر شيء كتابين، اللي هو كتاب Organic Chemistry by Solomon، textbook كبير طوله حول 400 صفحة، لكنها من أكثر الكتب اللي فادتني في الأولمبياد. والثاني هو Atkins Physical Chemistry. أحد الأسئلة اللي وصلتنا، كم ملتقى شاركت فيه أنت حالياً؟ والله سؤال صعب. الصيف، شتاء، خريف، ربيع، أربعة، 12. ما شاء الله تبارك الله، كم كانت مدتهم تقريباً؟ أسبوعين، كل واحد منهم أسبوعين. وكل واحد فيهم في، ما هو كلهم في الرياض وكلهم في مكان؟ لا، بعضهم كانوا في الرياض، بعضهم كانوا في المدينة، بعضهم كانوا في الطائف. كانت متوزعة الملتقيات. أحد الأسئلة اللي وصلتنا، هل أنت كموهوب تبقى أولمبياد ما كان عندك وقت لنفسك ولهواياتك؟ حتى أكون صادق، بشكل عام كان وقتي ضيق بالنسبة للهوايات.
خصوصا في فترة التفريغ اللي هو الفصل الثاني من الدراسة. اللي يحصل هو أن نختبر اختبارات النهائية بعد شهرين من بداية الدراسة، فلازم ندرس لحالنا المنهج حق الفصل كامل خلال شهرين، ومن بعدها رحنا لجامعة الملك عبد الله لمدة شهرين 3 شهور، اللي هي التفريغ للأولمبياد. في هذه الفترة يعني صراحة بالنسبة للهوايات ما تلقى وقت كثير. في سؤال، كيف قدرت تنظم وقتك يا عمر؟ سؤال جدا صعب. بالنسبة لتنظيم الوقت صراحة بالنسبة للأولمبياد كان فقط المحفز هو اللي يدفعني إني أنظم وقتي. المحفز اللي هو أن عندي هدف واحد وواضح اللي هو الحصول على ميدالية في أولمبياد الكيمياء الدولي، وكان هذا الشيء اللي أفكر فيه دائما قبل ما أنام، أحلم إني قاعد أسلم الميدالية من المسرح. فهذا دفعني إني أركز جهدي ووقتي في دراسة للأولمبياد. بس كقوانين صعب إني أشوف إنه كان فيه قانون تنظيمي معين اتبعته، لكنه كان فقط مجرد حافز، وحافز جدا قوي. أحد عنده أي سؤال أو أي حاجة ممكن نقولها للضيف؟ أحد الأسئلة إنه أنت دخلت تخصص الكيمياء، شكل واحد يعرفك، أنت تخصصت تخصص كيمياء وتاريخ، هل هذا شيء أنت لما تخصصت فيه هو يعني أنت اخترته من أيام الأولمبياد يعني بناء على ذلك؟ لأن في ناس أوكي كانوا شطار مثلا في الرياضيات لكن تخصص في شيء ثاني، كان شاطر في الفيزياء بس تخصص في شيء ثاني. أنا دخلت الجامعة على أساس إني طالب في الكيمياء فقط لا غير. كنت عندي شغف جدا كبير في دراسة الكيمياء وعمل في الكيمياء في المعمل، لكن اللي كان دائما عندي ميول نحو ميول جانبية لحد ما نحو الأدب والتاريخ والعلوم الاجتماعية بشكل عام. أحد المتطلبات في جامعتي كانت اسمها General Education أو التعليم العام، فكان فيه حول 11 أو 12 كلاس أو فصل لازم آخذ اختصاصات خارج تخصصي في الفنون في الأدب وغيرها. فأخذت كلاس أو فصل في تاريخ الشرق الأوسط الحديث، وصراحة وقعت في حب المادة والتعمق في التاريخ ودراسته وقراءته. فقررت إني أخذ تخصص ثانوي اللي هو في التاريخ، وصراحة كان من أفضل القرارات اللي اتخذتها، لأن الحياة أكبر من فقط العلوم الطبيعية. يوجد يعني ممكن إن يكون ممكن إنك تكون تحب العلوم الطبيعية STEM Science, Technology, Engineering and Mathematics، وبنفس الوقت تحب التاريخ والفن والأدب. أحلى نسأل سؤال، يعطيكم ألف عافية على حضوركم واستماعكم، وإن شاء الله قدرنا نوصل المعلومة أي أو أفدنا أو نفيدكم باللي نقدر عليه. تابعونا إن شاء الله في اللقاء الجاي بإذن الله، في كل اثنين ميدالية في موهبة. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم للحضور، شكرا للموهبة ورابطة موهبة لتنظيم هذا الاجتماع.